بوسعادة مدينة جزائرية سياحية تقع على بعد 242 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، مسمياتها بلد السعادة وكذا مدينة العظماء. عرفت بوسعادة منذ القدم كمركز تجاري مهم ينتج ويسوق فيها الحلي والمجوهرات الفضية والسجاد والصناعات التقليدية الخناجر، الموس البسعدي التي حمل اسم المدينة، إضافة لكونها مركزا تجاريا للرحالة فهي موقع سياحي وطني خاصة في فصل الشتاء، وتشتهر في الصيف بجمال منظر الوادي المسمى واد بوسعادة. وأهم مناطق الواد هي طاحونة فرر، قلتة الجمل، جنان الرومي، الحجرة الطايحة، المقطع، المغارات السبعة. ترتبط المدينة جيداً مع مدن أخرى بفضل الطرق، فهي على بعد 70 كيلومتر من المسيلة عاصمة الولاية جنوباً و175 كيلومتر عن بسكرة و130 كيلومتر عن برج بوعريريج و120 كيلومتر عن الجلفة، وتعتبر من أقدم الدوائر في الجزائر. We'll be right back.